أول تحية تجي لكم انتوما ثم للسادة المشاهدين عبر بين سبورتس في هذا اللقاء المرتقب المنتظر هنا من أولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي الترجي التونسي. مبروك للفريق التونسي الذي سيلتقي فريق بريميرو أغوستو في سيمي فاينل الشامبيونز ليج. الترجي بأسبقية الذهاب والنجم مدجج بعشرين ألف من العشاق هنا في مقبرة الغزاة من أجل دور الأربعة. مباراة كبيرة جدا لا تحتاج لتقديم تيفو كبير برشا هو دخلة لجمهور النجمة. لقاء يبقى تاريخي في دور الثمانية ولكن ينتهي ويدخل طي التاريخ ويدخل ورقات الماضي بعد 90 دقيقة كرة. أجواء كبيرة أجواء ساحرة كما تعودنا في ملعبنا. جمهور الترجي حقق للترجي انتصار الذهاب وجمهور ليتوال يحاول مساندة فريقه في بداية المشوار الشامبيونز ليغ بكبرى مفاجاتها بأكبر مفاجآت السنوات الأخيرة. لو تو بويسون مازيمبي بطل الشامبيونز ليغ خمس مرات، بطل إفريقيا 2015 وحامل لقب الكونفدرالية الكونفدريشن كاب في آخر سنتين يخسر يخرج في أرضه من بريميرو دي أغوستو الكبير الأنغولي بهدف لهدف لومبومباتشي ونتيجة الذهاب كانت 0-0. فبالتالي يقصى فريق مازيمبي ويتأهل الفريق الأنغولي ذهابا في لواندا الإياب في الجمهورية التونسية في ملعب رادس في حالة وصول الترجي أم في سوسة الأولمبي في حالة صعود الأحمر الساحلي. فرصة تاريخية لفريق تونسي أنه ينشط أنه ينشط نهائي المسابقة. غالي من مواليد جوهانسبورغ يؤشر لانطلاقة المباراة. النجم الساحلي بالأساس الأحمر والترجي بالاحتياطي الأزرق وتنطلق القمة بحماسة الأنصار والملايين المتابعة. من أهداف الترجي والنجم في الكلاسيكو في آخر 5-6 سنين جات بكرة ثابتة. سيناريو الذهاب أكبر دليل يخرج رامي جريدي ثابتا الحارس القادم من الساسس. أول دقائق المواجهة لا يسجل البدري في المستوى القاري كيف لا وأهداف الترجي في المسابقة 6 أهداف. الكرة الأولى تمشي لفريق التغطية من بوغتاس والكرة ترجع مرة ثانية الضغط من البدري وضربة مرمى صريحة صحيحة للنجمة أشرف كرير في العداد في الكونتور الإفريقي للراية عمار جمال بذكريات استياد أورلاندو بيرات. بينما هنا كرة خطيرة وتمشي للحارس كرة طويلة يمشي فيها الترجي هذه خطيرة جدا كرة خطيرة عن طريق الخنيسي وفي لمسة يد على طه ياسين الخنيسي كانت محاولة خطيرة جدا. هذا السيناريو اللي لازم يخاف منه. أجواء كبيرة تطلع للقمة في كل مكان. مباراة القوة البدنية صراع كبير كل واحد يحب يفرض اسمه يفرض نفسه في معركة الوسط. يعرف فيها البلايلي للترجي الرياضي العرضية خطيرة وممتازة من عمار مرة أخرى. عمار يا النجم عمار الجمل ينقذ النجم الساحلي. ممكن نقول ربع ساعة النجم ما تخلش كما منتظر بالضغط وبالهجوم. خايف برشا فريق النجم الساحلي من مرتدات الترجي كونز ليك 0-0 في 2000 وفي 2000 مسابقات اولها عام 45 في الكريتيريوم 2-1. اخر انتصاراته كانت 2016 في الكوب هدف الخنيسي بالراس في مرمى بلبولي. النجم الساحلي يحاول استثمار الكرة الثابتة نقطة قوته الرئيسية في هذا الموسم براس خطيرة فرصة صعبة ومرت البلايلي خطيرة البلايلي حط كرة خطيرة جدا فرصة كبيرة للترجي الرياضي وكرة عادة تتسرح في الوسط يلعب فيها الإدوال المساكني اختيرها كرة من البريغي يمشي على اليمين كرة ترجع التوزيع على طريق شريدة ودربالي كرة ممتازة بن عمر يمشي الجوكر يلعب الرايع قلب الأسد يمشي بن عمر خطيرة والتوزيع والدفاع والكرة من الدربالي ملا مات للنصف النهائي الافريقي. 2015 ربح الكونفدرالية 2016 خرج في دور الاربعة من مازيمبي. كرات العرض كرات الثبات كرة خطيرة ترجع بالراس ترجع كرة راسية اولى في راس بالعربي ضربت في ظهره ما زاد في التراه خرجت طلعت اوت ضربة تماس للترجي الرياضي. برشا كرة واحدة اثنين خطيرة جدا والدفاع يدخل بصعوبة والكرة تمشي ركنية اول ركنيات المباراة يا السادة في النصف ساعة والكورنير خرجها الشمو ركنية لفريق النجم الساحلي. الكرة الثابتة مع كل كرة مع بالاريتي
كورنير ولا كفران، الكل يستنى ويتمنى من الجانب هذا والجانب الآخر. كرة من فراس بالعربي، الكرة الثابتة 80% من أهداف الكلاسيكو في آخر 5 سنين، والأهداف الثلاثة في اللالي. ترجع الكرة في 30 دقيقة، كرة خطيرة والحارس رامي جريد على مارتين، رامي الارتباك ثم رامي الثبات، معروفة والتاريخية أهلي. واجد كشريدة ساحلي خطأ على بن عمر، فما شكون طلب الكرة بالنسبة لغيلان. مباراة صعيبة صعيبة برشا على المستوى الذهني على المستوى البدني على غيلان، والكرة تمشي تتسرع عن طريق المساكني، يهاب المساكني حط كرة عن طريق البريقي، كرة من البريقي خطيرة جدا صعبة وبالراس ترجع من الترجي الرياضي. تماس للنجم، تماس للنجم، هذا هو المتوقع. النجم الساحلي يلعب يطول في اللعب ويطول في الكرة من أجل استثمار الكرة الثابتة، يمشي بالكرة طويلة وخطيرة والحارس رامي جريدي يسجل الأهداف الإفريقية مع النجم في سوازيلاند ضد مبابان. يمشي بالكرة عواضي، عواضي يعمل كروس آخر، كرة خطيرة ترجع صعبة في راس بالعربي الشماريخ هنا في الأولمبي في استاد سوسة، والكرة تمشي لفريق النجم الساحلي، كرة ترجع خطيرة وصعبة ترجع مرة أخرى مرة أولى مرة ثانية يسدن الذوادي، ورقة صفراء ينتهي الشوط الأول هنا في الأولمبي ليتوال لسبيران. صفر الحكم فيكتور جوميش، الكرة الأخيرة بالفعل للترجي الرياضي، والكرة تمشي ملعوبة طويلة. صدام بن عزيزة برافو شخصية يدخل في المباراة، تركيز مباراة مسالة وداخل من البنك، بينما هنا كرة خطيرة وفي ظهر الدفاع يرجع طه ياسين الخنيسي، الخنيسي حتى الكرة البلايلي أول مرة يطلع اللاعب الدربالي، الدربالي ليس البلايلي، خطأ آخر برشا ارتباك برشا أعصاب، وكل ما زاد الوقت باش تكثر الأغلاط من الجانبين. شمس الدين الذوادي رامي جريدي يلعب الكرة خطيرة، كرة خطيرة والشمان جمهور في سماء الشامبيونز ليج. كرة من فراس بالعربي، يمشي فراس بالعربي كرة خطيرة والحارس رامي جريدي ممتاز، رامي على الكرة الطويلة يرجع بالكرة البدري، البدري حتى الكرة البلايلي، البلايلي حتى دفاع في داره خطيرة برشا، 2 ضد 2 سايب كرة بالنسبة للبلايلي، يهرب البلايلي ولكن الدفاع يرجع، كرة خطيرة تمشي البلايلي، كرة خطيرة للترجي الرياضي وممتاز يا المساكني، المساكني يردم بن عزيزة، صدام بن عزيزة يلعب كرة طويلة، هو الركنية الثالثة في المباراة للنجم الساحلي. ترجي كرة بكرة تمشي الهجمة في راس بالعربي، في راس بالعربي كرة من في راس بالعربي، كرة خطيرة بالراس ترجع من الدفاع عن طريق الخنيسي، كرة ثانية والشمام مرة أخرى حصل التمركز، والكرة ترجع للترجي الرياضي. طاير مع السوبر، الأجواء تتوتر شوية في استاد سوسة الأولمبي، إن شاء الله الأمور ترجع إلى نصابها وتهدأ اللعبة، والكرة ما زالت في الميدان ويلزم تبقى على الميدان، هذا ما يطالب به عمر جمل. مباريات في هذا الشوط الثاني ومفهوم جدا ومبرر جدا لقيمة الرهان وقيمة الضغط. ترجع كرة لفريق النجم الساحلي، الأمل يبقى قائم من خلال الكرة الثابتة، الكرة تمشي لفريق النجم الساحلي، كرة أخرى طويلة يطول اللعب ترجع بالرأس خطيرة فرصة صعبة والكرة تخرج برا. أخطر محاولات الفترة الثانية من النجم، أول مرة تقريب الشرميتي ياخذ كرة تويل في كرة فضائية ثم أرضية وفرصة كبيرة للنجم 100%. قلت هاجس الترجي، خطأ ترجع للنجم، صدام بن عزيزة يمشي، صدام كرة من صدام بن عزيزة حاط الكرة كريم العواضي، كريم العواضي لإيهاب المساكني، ترجع الكرة لواجدي كشريدة، واجدي كشريدة يتقدم، واجدي كشريدة يعمل الكروس على القائم الثاني ويخرج العملاق رامي الجريدي. كرة من رامي، كرة في ظهر الدفاع وكرة خطيرة فماش تسلل، كرة صعبة ترجع روتريل صعبة جدا والحارس ورامي الجريدي في أخطر الكرات، في أولى الكرات اللي تتعب في ظهر الشمو ودفاع الترجي، والتسديدة الأرضية كانت خطيرة وكان ممكن تجيب هدف التأهل للنجم الساحلي. أخطر الكرات يا السادة في الشوط الثاني.
ورامي جريدي يتصدى كالعادة. 70 دقيقة في المباراة والإتوال الآن بدأ يلقى الحلول. شوف الكرة شرميتي شرميتي والشوتة والكرة من المساكني وجريدي قال لها. كانت كرة خطيرة وخطيرة جدا على فريق الترجي الرياضي. 70 دقيقة في القمة 0-0. شوف الكل كان يستنى ممكن أنه النجم باش يرجع كرة، النجم يمشي لتاكي كانتر والكرة من شرميتي ورامي جريدي قال لها. تتوتر الأجواء في الأولمبي بسوسة. كانت كرة خطيرة برشا والنجم كان قريب من التسجيل لولا رامي جريدي. شوف الكرة، شوف الباهتة، شوف الغفلة، والكرة من شرميتي جول، ولكن الجول كيبر رامي بإبداع خرج الكرة باس بن عمر